اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في بداية اسبوع جديد واطلالة مشرقة عبر شاشة الشارقة الرياضية. في حصادنا الاسبوعي نمر على جميع أندية الامارة وعلى جميع الرياضات ونسلط تركيزنا على اهم الفعاليات والاحداث الرياضية. تحية تتجدد بالود دائما في من الامارات، حيث نبحث عن الانجازات والمواهب ونستقبل اصحابها مهنئين وداعمين لهم في مسيرتهم المقبلة. فنحن كما اعتدنا دائما نسعى لأن تكون رياضتنا في المراتب المتقدمة عالميا. محمد ومشاهدينا، اعتدنا معكم على أن نشهد نهاية أسبوع مليء بالأحداث والتشويق. أنا عن نفسي كنت متواجدة في بطولة الذيد للرماية وتابعت أبرز الفعاليات الرياضية الخاصة بالمرأة. بالتأكيد إيمان، رياضتنا بخير ما دمنا نسعى لأن نتابعها ونهتم بتفاصيلها. شخصيا وتحدث عن نفسي، كنت مستمتعا بإثارة دورينا والتشويق الذي عشناه في أكثر من مباراة، وأظن أن أغلب المتابعين عاشوا هذا الشعور كذلك. على العموم في جعبتنا الكثير، فلا تذهبوا بعيدا. عيالي وبحفظهم هو شعار الحملة التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع شركات كرة القدم بأندية الإمارة. وتأتي هذه الحملة بهدف ترسيخ قيم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للاهتمام بالنشئ ورعايتهم. نحن أبناؤه ونحن تحت رعايته، هو حاكمنا وهو والدنا، سلطان القلوب أرشدنا نحو السلوك الرياضي القويم وصمم لنا طريق الحفاظ على النفس وقادنا نحو حماية أنفسنا من كل المخاطر، فوفر الملاعب والأندية للمعاقين والأسوياء بأفضل المعايير والجودة الرياضية، وأمر صاحب السمو بالاهتمام بالشباب والنشأ حتى احتلت الإمارة الباسمة مكانة خاصة ومرموقة على سلم الإنجازات الرياضية. وبالتساوي مع اهتمام سموه بالرياضة علمنا أيضا أن الثقافة هي جزء لا يتجزأ من ذلك. سموه الكريم وعبر كل زمان ومكان وفي كل افتتاح لطالما قال عيالي وبحفظهم، ومن هنا جاء مسمى الحملة التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي عبر أندية الإمارة بدءا من الجولة الخامسة من دورينا، وشهدنا ذلك عبر كل ملاعب الباسمة. تنفيذا وترسيخا لرؤية سموه الكريم في الحفاظ على النشأ وغرس الروح الرياضية والثقافية وتعليمهم مبادئ الرياضة الصحيحة بشكل سليم بقالب يتماشى مع عاداتنا وتربيتنا، ومكملا لأهم وآخر التطورات التكنولوجية الرياضية، عيالي وبحفظهم ستظل عنوانا يعطي الإنسان ثقة خاصة نحو تحقيق الإنجازات في قادم المواعيد. طبعا مثل ما شفنا محمد، صراحة الحملة جدا جميلة، حملة عيالي وبحفظهم من الحملات اللي شدتني اللي أطلقتها مجلس الشارقة الرياضي. طبعا هي لترسيخ العادات والمبادئ التي يحثنا عليها والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. طبعا الحملة تهدف لحماية أبنائنا طبعا من الضياع، وأيضا الرياضة والثقافة هم أفضل الوسائل اللي دائما نحن نحث فيها الأبناء على ممارستها.
نعم إيمان صاحب السمو في جميع لقاءاته، في جميع استقبالاته، في مداخلاته الهاتفية يؤكد على هذه القيم النبيلة وشارات ما تعرفين. الإنسان هو أساس هذا المجتمع، ويوم أنت تهتم فيه من بدايته في النشأ راح يساهم في تكوين الأسرة الصالحة الفاعلة، وفي النهاية راح ينعكس إيجابا على أيضا المجتمع ككل، وينعكس أيضا بعد ذلك على الإمارة والدولة والشارجة. شارات ما تعرف في مدينة صديقة للطفل، وأيضا هي الداعم الأول للناشئين من خلال تواجد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة ربع قرن، كلها تقوم بأدوار كبيرة. واليوم حتى شركات كرة القدم اللي هي تعاون مع مجلس الشارجة الرياضي تم إطلاق هذه الحملة، أعداد كبيرة من أيضا الأولاد والبنات ينتسبون لمختلف الأندية في الإمارة، ومثل هذه الحملات أكيد راح يكون هدفها إيجابي. أكيد طبعا محمد، الجميل أن الأبناء يقضون وقتهم في الرياضة، وأهم من ذلك أن أول شيء الإنسان لازم يتأسس ثقافة، طبعا لازم تكون عنده ثقافة بعدين نشوفها في الرياضة. والجميل أن أيضا الشارقة دائما تعي بأهمية بناء الإنسان دائما نفسيا وأيضا فكريا. بالتأكيد إيمان، والأولاد يقضون ساعات طويلة أيضا في الأندية ممارسة أنشطتهم وألعابهم المحببة، عشان كذا النادي يقوم بدور ثقافي، بدور تربوي أكثر ما هو مجرد نادي رياضي. أكيد دائما نشوف اللاعبين واللاعبات دائما يدخلونهم مثل الدورات اللي تعطيهم ثقافة، ترسخ معنى كلمة الرياضة لديهم. فنحن نشوف هاي الأشياء لازم يحتاجونها اللاعبين واللاعبات قبل ما يلعبون أي لعبة. فنحن نهني صراحة الشارقة على هذه الحملة الجميلة التي أطلقتها لأطلقها مجلس الشارقة الرياضي، وأنا متأكدة أنها بتكون حملة جدا جميلة، وبيشاركون مثل ما قلت العديد من الأبناء. نعم صداها جدا طيب، وأيضا دائما نحن نهتم بهذا النشأ لأنه في صلاح هذا المجتمع. إذن في الجولة الخامسة من دورينا تنوعت المنافسات وتبدلت النتائج في اللحظات الأخيرة. من كان متأكدا من الانتصار، تعادل أو خسارة نقاط المباراة، بهذا بالضبط ما نحتاجه في دورينا. مباريات الجولة استقبلنا فيها إثارة متفاوتة، وكانت قمة الشارقة بضيفه الجزيرة الأفضل بلا منازع بعدما استطاع رجال عنبري تحقيق الانتصار وقلب الطاولة على الضيوف. بالفعل محمد شفنا جولة حملت فيها إثارة خاصة، شفنا فيها متعة لين الدقائق الأخيرة. طبعا ما حد كان متوقع النتيجة، واختلفت الآراء طبعا في النتيجة. شفنا قمة الجولة بين الشارقة والجزيرة كانت مميزة. صحيح إيمان، مباريات اليوم الأول جميعها كانت تعادلات، أبرزها تعادل العين والعروبة، خاصة بعد التقدم للزعيم بثلاثية، لكن ينحسب للعروبة عودتهم الجميلة والمميزة وعدم استسلامهم في المواجهة. أكيد طبعا مثل ما شفنا أيضا محمد لقاء الوحدة وشباب الأهلي كان في العاصمة أبوظبي، طبعا كان عكس التوقعات، تتسم بالسلبية في الأداء وأيضا النتيجة. صحيح إيمان، للأسف هذه المباراة ما ارتقت لمستوى مميز، ربما لتخوف الفريقين، وأن كل فريق ما كان يتمنى أيضا أنه يخسر نقاط سواء تينكت أو مهدي علي. أكيد مثل ما نشوف محمد ومشاهدينا ترتيب الفرق في دورينا، طبعا العين يتصدر ب 13 نقطة ويليه الشارقة. صحيح إيمان، كل الفرق متقاربة خاصة فرق القمة، نتكلم عن العين ب 13 نقطة وبعد الشارجة ب 12، ونشوف فارق النقطة موجود صح بين فارق النقطة بين كل الفرق لما نوصل أيضا لأصحاب الثلاث نقاط سواء العروبة وكلبة. والشيء المميز أيضا في هذه الجولة تحقيق خرفة كان للفوز الأول أيضا له
في المسابقة. أكيد. وما ننسى أيضا محمد نمور كلباء، أدائهم كان غريب هذا الموسم بشكل صراحة، كان شوي غريب حتى الآن بدون أي انتصار، لكن هناك ثلاث تعادلات أيضا وخسارتين. هذا نحن اللي نسأل الحين، ماذا يحتاج دا سيلفا؟ نعم، كلبة يعانون أيضا من غياب هدافهم ملابا، راح يغيب لي تقريبا قرابة الشهر، أتوقع بعد فترة التوقف راح يعود، وهذه الفترة راح تكون أيضا مناسبة لبعض الفرق عشان تعيد أيضا ترتيب الأوراق فيها. والإمارات النادي الوحيد اللي حتى الآن ما حقق أي انتصار وما عنده أي نقطة حاليا، وخسر في هذه الجولة برباعية من النصر اللي حقق فوزه الثاني على التوالي. لطالما اعتدنا على احتضان المواهب في دورينا، وعبر استوديو من الإمارات عودناكم دائما على استضافة اللاعبين الشباب لدعمهم ونتعرف عليهم بشكل أكبر. ضيف هذا المساء قادم من البحرين ليحترف رفقة العروبة، تألقه في الجولة الأخيرة من دورينا، جعله محط أنظار العديد من الأندية. نتابع. هي صفقة لم يلقي لها الشارع الرياضي الإماراتي بالا، لكن هناك في البحرين كانوا يعلمون أنها نقلة نوعية لمواهبهم. علي مدن المتألق في صفوف العرباوي تألق بالملاعب الإماراتية، وقبلها في نادي النجمة والشباب والرفاع. البحريني تحت قيادة التونسي العبيدي في العروبة الإماراتية دون اسمه بين الكبار، وحصد لقبا صعبا في الجولة الخامسة من دورينا، وهي نفسها التي كانت بوابة دخوله للتاريخ، حيث عقب تسجيله لهدفين في مرمى الزعيم أصبح علي مدن أول لاعب بحريني يسجل هدفين في عصر الاحتراف بدورينا. اليوم ما شاء الله أنت مو كابتن علي، كابتن ماجد، صنعت فارق بشكل صراحة جبار وكبير. اليوم الجميع في المدرجات تحدث عنك، شو اللي صار؟ خبرني شو اللي صار في بين الشوطين مع المدرب. يعني وش، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على النقطة. اللي صار بين الشوطين يعني كان الفريق محبط، المدرب حاول إنه يرفع من معنويات اللاعبين، لكن قاعدين نشتغل يعني، وفي النهاية يعني كرة القدم مو الأولية، يعني كرة القدم تغيرت، ما في فريق كبير يعني، تشوف الدوريات الأوروبية فرق كبار يتعادلوا مع فرق صغار. هل تعتقد أن التوقف اللي صار تقريبا أسبوعين خدمكم؟ أكيد أكيد خدمنا وخدم المدرب، أنه يعدل الأخطاء اللي في الفريق، أنه واللاعبين أنه يتجانسون أكثر، وإن شاء الله شوي شوي قاعد الفريق في مستوى تصاعد إن شاء الله. الجولة القادمة تعرف مع منو؟ الجزيرة. الجزيرة فريق قوي. شو أخبار الجزيرة؟ يعني الجزيرة فريق بطل، يعني بطل الدوري، فريق قوي يمتلك عناصر. مدن يمتلك أكبر نسبة مراوغات في دورينا للموسم الحالي، حيث سجل ابن 25 عاماً 20 مراوغة حتى الآن وتصدر القائمة. في النهاية وبشكل عام، تواجد مدن يعتبر مكسباً لدور المحترفين، وعلى وجه الخصوص هو جوهرة ثمينة بالنسبة للعرباوي الذي بدأ يحقق المفاجآت توالياً في دورينا. مشاهدينا، في هذه الأثناء نرحب بضيفنا العزيز وأحد المواهب في دوري أدنوك للمحترفين، اللاعب الخليجي والبحريني المميز علي مدن. يا هلا، نرحب فيك في برنامج من الإمارات، ونرحب فيك في دوري أدنوك، خاصة أول تجربة احترافية لك خارج البحرين. مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله. بإذن الله. طبعاً علي، كيف كانت بدايتك مع مسيرتك في الرياضة؟ مسيرتي في الرياضة، والله كنت في البداية يعني ألعب في القرية، يعني على ملاعب ترابية،
وبدأت في دورات رمضانية، دورات اللي هي المصغرة. من بعدها يعني شوفوني في دورات الأندية وهذا كلموني، لما كلمت الوالد في البداية الوالد كان يقول لي اهتم في الدراسة أول وهذا، لما أنا صرت لما وافق ودخلت نادي الشباب. نعم أكيد طبعا الكل دائما الأهل أول شيء عندهم أهم شيء الدراسة، وبالفعل أهم شيء الدراسة، لكن بعد الواحد يبغى يقضي وقته. علي، منو الدعم الأول لك في هاي المسيرة؟ الدعم الأول يعني أهلي، بعد كل مباراة يشجعوني، وأصدقائي المقربين يعني يشجعوني ويعطوني الثقة ويخبروني إن عندك الإمكانية تقدر توصل. نعم. جميل. بعد نادي الشباب شو النادي اللي اخترته وتألقت معاه وبرزت فيه؟ بعد نادي الشباب والله أول تجربة كانت لي يعني من بعد نادي الشباب كانت النجمة، قضيت فيها 3 مواسم. حققنا مع النجمة المركز الثاني في الدوري وكأس الملك. بعدها انتقلت إلى نادي الرفاع اللي هو الموسم اللي راح. نعم. حققنا فيه كأس الملك ودوري ناصر بن حمد. نعم. دام نحن نتكلم عن أيضا لاعب بحريني، راح نستقبل أيضا أسطورة من أساطير البحرين عبر اتصال هاتفي. معنا أيضا الكابتن القدير حمود سلطان أبو حسام. مساء الخير من الإمارات. كيف حالك؟ شلونك؟ شرفنا فيكم. الله يحفظك ويسلمك يا أبو حسام. شكرا، بشرنا عنك. اليوم نحن نستضيف واحد من عيالكم علي مدن، تبارك الرحمن 5 جولات وهو أيضا يتألق هنا عندنا في دورينا. كلمة حابة تقولها لي علي دام هو متواجد معانا ويسمعك. بس أهم شيء لا تعطي عين طال عمرك. أول شيء لا تبارك الرحمن ما شاء الله علي. أول شيء هذه أول شيء أرحب فيكم وأتشرف في قناة الشارجة. أما علي مدن، أنا المعجبين هاللاعب يعني صراحة متألق من طلع في نادي النجمة والناس عرفوه، وبعدين في المنتخب لاعب أخلاق، لاعب مجهود جبار يعني. بأمانة أنا أول ما ذي كنت تمنيت أن نأخذ محرك وكلمت النادي محرك عنه، بس خطفوا الرفاع وش نسوي؟ أما في ذي أتمنى له يعني بأمانة. أنا شفت آخر مباراة ويا العين صراحة كان هو نجم المباراة وسجل هدفين، وأتمنى له يعني تألق أكثر وأكثر. هذا يشرفنا هنا، أنك بحرينيين شرفنا، مثل علي شرفنا لاعب. نتمنى ان شاء الله يواصل في الاحتراف، وهذه هو هذه رزقه، وان شاء الله اتمنى له اكثر واكثر، وهو يشرفنا. بالعكس هو يشرفنا، وفعلا علي انسان محترم يعني داخل ملعب برا ملعب، اسمع عنه برا الملعب وايد محترم، والله يوفقه. بالعكس هذه من عيالنا هنا اللي رفع راسنا في دورات خليج اللي كنا نتمناها، أتمنى أن نفوز بدورات الخليج، والحمد لله الشباب المجموعة هذه تحقق بقيادة الشيخ ناصر الله يطول في عمره. وأتمنى حق أخوي علي توفيق يا رب، وإن شاء الله المباراة الجاية يتألق أكثر بإذن الله. الله. أبو حسام دام تكلمت عن بطولة الخليج، أنا بسألك شو كان شعوركم بعد ما أخذتوا هاي البطولة؟ محمد نعم. برحبت أخت إيمان، ما خلت ولا نرحب. أنا كنت برحب فيك بس سبقني زميلي محمد. محمد قربلنا محمد. سعيدين والله بهاي المكالمة. نتشرف فيك أبوي وننام على عين وراسنا أبوي. مشكور. تفضل. نعم. علي. نعم. علي بعد موجود معانا، ممكن تقول له كلمة لأيضا أسطورتنا أبو حسام الكابتن حمود سلطان. مشكور يا أبو حسام على هاي الكلمات الطيبة، هي تعطيني دافع إلى المستقبل، وهالكلام ما يطلع إلا من قلب أبيض طيب. أنت تستاهل حبيبي. حبيبي أبو حسام. إن شاء الله نشرف المملكة خير تمثيل إن شاء الله. الله يسلمك، بس إن رجعت أنا بنأخذك محرك.
قرروا يرفعون بها وشلون مصر على انك تاخذها. لا بحسام قبل ما نختم معك، شو كان شعوركم بعد ما اخذتوا بطولة الخليج؟ هي البطولة الأولى لكم في تاريخكم، خاصة من البحرين، هي سبب رئيسي أيضا في خروج ورؤية هذه البطولة للنور. الصراحة ما تصور فرحتنا، يعني يمكن مو مصدقين، أنا مو مصدقين، يعني صفر الحكم وسلموا الكاس بعد مو مصدقين، يعني تعرف صارت لنا عقدة، يعني وصلنا لمرحلة المفروض نفوز فيه، يعني كنا محتاجين مباراة واحدة، كم بطولة نحتاج مباراة واحدة تفوز، ساعات نحتاج حق التعادل، بس الحمد لله الشباب بيض الله ويهم ورفعوا راسنا وخلوا البحرين تفرح كلها، مو أنا، البحرين كلها فرحت. والله الخليج بكبرة فرح لكم. أكيد أول ناس انتوا، ندري قريب عيال زايد على عيني وراسي، يا رب يحفظهم إن شاء الله. والله يوفق علي ان شاء الله في حياته الرياضيه والحياه الاجتماعيه يا رب حبيبي. أجمعين. الله يوفق يا اخوي علي. مشكور. اسطوره الكره البحرينيه الكابتن حمود سلطان، نشكرك على هذه المداخله. ونرجع مره ثانيه لعلي، قبولك تجربه العروبه، وخاصه تعرف انها تجربه صعب، العروبة قادم من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين لأول مرة أيضا يشارك في هذا الدوري. من بداية الأمر كان شنو، المدرب كلمني من العام قبل لا يصعدون، فأنا قلت له بشوف أول وهذا، بعدين اتفقت ويا نادي الرفاع ووقعت مع نادي الرفاع، فالمدرب كان يتكلم إنه شنو الحين ننتظرك وهاي، قلت له لا أنا خلاص كابتن. هو سبق ندربك؟ إيه كان معاي في نادي النجمة، فقلت له أنا خلاص وقعت مع نادي الرفاع، ما بقدر هاي الموسم. فأول ما صعده ورد رجع كلمني يعني، وبالعكس الرفاع كانوا منفتحين إنه يوافقون على احتراف علي مدن، وافقوا نادي الرفاع، وأنا شفت العرض يعني ممتاز ووافقت عليه، والنبي يعطيني فرصة. هذا تعرفنا صحيح. يعني دوري المحترفين في الإمارات دوري قوي على مستوى عالي، يملك لاعبين محترفين على مستوى عالي، فهذه فرصة حقي، وهاي كان الأمر كله. يعني علي، هل كان هناك في خوف أو قلق يوم انتقلت للعروبة؟ لا ما في خوف ولا قلق، لكن كان في نفس إثبات وجود. صح. إن أنا جاي الدوري الإماراتي أبغى أثبت وجودي وبس. علي، شو الموقف اللي انت دائما ما تنساه؟ خلينا نرد شوي ويا المنتخب البحريني، موقف يعني دائما في مخك وما تنساه مع المنتخب البحريني. يعني اكيد عندك عدة مواقف. مسيرتنا في المنتخب له كاس الخليج، نهائي كاس الخليج، يعني دخلنا الفاينل ضد السعوديه، المدربين طلعونا من الضغوطات بشكل يعني ما تتصورون، ان كل اللاعبين دخلوا من غير ضغوطات. جميل. مع ان احنا الفريق اللي المفروض يكون علينا ضغط، ان ما حققنا بطوله كاس الخليج ولا مره، وهالشيء كان يعني تحدي. ويا صافره الحكم يعني حققنا التاريخ يعني اللي ما حققه احد قبل يعني، وان شاء الله نواصل له نوصل كاس العالم ان شاء الله باذن الله. البارحه ايضا كانت في مواجهه النجمه والشارجه في كاس السوبر الاماراتي البحريني، ولاعبي النجمه وجهوا رسالات ايضا لاخونا علي مدن، نشوف اللقاءات ونرجع. اولا علي مدن، نتمنى لك مشاركه جيده في الدوري الاماراتي، وان شاء الله تبيض الوي وترفع راسنا. أيد الكابتن علي مدن، أنت خير من يمثل مملكة البحرين، وإحنا نتابعك في البحرين، كل التوفيق لك وللنادي، وإن شاء الله نشوفك في أفضل صورة وترفع اسم مملكة البحرين عاليا. الحمد لله رب العالمين، جينا ديرتنا الثانية وخدمتونا وحطيتونا فوق راسكم، إن شاء الله نردها لكم في البحرين. علي مدن حبيبي، good luck good job، تابعتك وكلمتك وبالتوفيق، والله يوفقك ونشوفك احسن واحسن في اعلى المراتب ان شاء الله. مبارك للاعب الدولي البحريني لاعب كره القدم
نادي العروبة علي مدن على المستويات الطيبة اللي قاعد يقدمها، وهذا عهدنا فيه، وهو دائما متميز سواء في الدوري البحريني أو في الدوري الإماراتي، ومع وجود المجموعة المحترفين في الدوري الإماراتي أعتقد أن اللاعب بيتطور وبيضيف حق الفريق وبيضيف حق نفسك اللاعب. زملائك ايضا من لاعبي كره اليد في نادي النجم البارحه توجوا ايضا بكاس السوبر الاماراتي البحريني، وجهوا لك ايضا هذا الكلام الطيب. اقول لهم مشكورين وابارك لهم على البطوله كاس السوبر البحريني الاماراتي. اي نعم. وان شاء الله الله يوفقهم ويوفقني وياهم ان شاء الله. اجمعين يا رب. طبعا علي نحن عندنا فقره اسمها فقره نعم او لا، بنسالك عده اسئله فتجاوبنا بكل صراحه بنعم او لا. فبنبدا ويا اول سؤال، علي مدن افضل موهبه بحرينيه في الوقت الحالي، في رايك؟ نعم او لا؟ انا يعني؟ هي انت تجاوب. عن نفسي ما اقدر اجاوب. لا ولا تشوف في احسن عنك او انك تشوف يعني في، لا في احسن. في احسن؟ باذن الله البحرين قادر يتاهل كاس العالم باذن الله. ان شاء الله نعم. علي مدن تتمنى الاحتراف الخارجي الأوروبي في السنوات القادمة؟ نعم. تنهي مسيرتك في الشباب البحريني؟ نعم. عندنا بعد فقرة اسمها فقرة باختصار، شو من الأفضل بالنسبة لك، علي إسماعيل مطر أو عدنان الطلياني أو علي مبخوت؟ عدنان الطلياني ما تابعته، بين إسماعيل مطر وعلي مبخوت، علي مبخوت. وين تشجع، برشلوني انت ولا مدريد؟ برشلونه. ميسي راح عنكم؟ اي وضاعت برشلونه. زعلان يعني بعد خروج ميسي؟ لا بس خلاص ما متابع الحين برشلونه. انزين علي، سلمان الفرج افضل لاعب سعودي حاليا في رايك؟ نعم. نجم المستقبل منو؟ هالاند، مبابي؟ هالاند، مبابي، واحد منهم مبابي. نعم، كانت هذه ايضا ابرز الاسئله للاعب علي مدن. راح اتكلم شوي عن البحرين، وعندكم شخصيه جدا جميله الشيخ ناصر بن حمد، نشوفه دائما قريب منكم انتم كرياضيين وخاصه في كره القدم، وكان في مقطع جميل جدا انتشر وخذ صدى كبير، رسالته التحفيزيه للاعبي البحرين في كذا مناسبه. يعني الكل يعرف يعني سمو الشيخ ناصر الشهادة فيه مجروحة. في موقف صار لنا في الإمارات من بعد في كأس آسيا اللي راح، كان استضيفنا 2019 في الإمارات، بعد ما خرجنا من البطولة من ضد كوريا 2-1 في الأشواط الإضافية سجلوا علينا آخر الوقت. استضافنا هني الشيخ ناصر في الإمارات وخبرنا أن عندنا ثقة فيكم. طبعا هاي قبل بطولة كأس الخليج وقبل بطولة غرب آسيا، قبل لا نحقق ولا شيء. نعم. فقال أن أنا أشوف فيكم أن قادرين، فاللي قادر يقول نعم، اللي مو قادر فالكل رفع يده قال نعم. فيعني يعطي حافز الى اللاعبين ويعطي قوه حتى داخل الملعب، اللاعبين يفكرون بكلماته. ومن بعدها يعني بدينا من بعد هاي كاس اسيا، خروجنا من كاس اسيا بدينا وحققنا بطوله غرب اسيا وبطوله كاس الخليج، يعني بتوجيهاته وبتحفيزاته وبتحفيزه يعني للاعبين. وانتم تستاهلون وقدها ايضا وجود مثل هذه الشخصيه تدعم الرياض. خلينا نتكلم شوي عن العروبه هذا الموسم. اول مبارتين كانت البدايه صعبه لكم، لكن بعدها بديتوا تحققون مفاجات ايضا في دورينا، واخرها التعادل مع العين بثلاثه اهداف بعد ما كنتوا خسرانين بثلاثه. عن العروبه يعني الفريق مر بظروف صعبه يعني. يعني انا اول ما وصلت قمت اشوف الوضع، يعني كان الوضع الفريق وضع الفريق في ظروف صعبه. يعني تاخر محترفين، تاخر لاعبين المواطنين، تأخر المقيمين، الإعداد المتأخر،
ما لعبنا وديات كفايه قبل الموسم، وبعد واجهنا جدول الدوري، وكل هذا في ظرف الكورونا بعد، في ظرف الكورونا وجدول الدوري صادنا ان الفرق الكبار التوب 6 يعني واجهناها في اول خمس جولات، في اول خمس جولات من ضمنهم الحين الجزيره بعد. فيعني ظروف خلت الفريق في هذا الموقف، ولا ننسى بعد ان الفريق اول سنه يصعد من كم سنة أعتقد، من 30. نعم، أو كان له صعود واحد كانت في دوري الهواء. فيعني هذا كل هاي الأسباب تأثر، بس الحين الفريق قاعد، وغير الإصابات اللي صادت الفريق بداية الموسم بعد، الفريق قاعد يرجع إلى مستواه وقاعد يتطور في مستوى التصاعدي يعني. إذن الله يوفقكم يا رب. الله يوفقكم علي مدن، طبعا لاعب فريق العروبة، نحن شاكرين تواجدك اليوم معنا في برنامج من الإمارات. نعم، ونتمنى دائما نشوفك مبدع في ملاعبنا وفي الملاعب الخليجية بإذن الله. الله يحفظك. إذن في واحدة من أبرز اللقاءات التي شهدها صدام الفريقين في تاريخ مواجهتهما، كان الصراع كبيرا في نهائي كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد. الشارقة والنجمة ضربا موعدا مع القمم الخليجية لعشاقهم ومشجعي الناديين على صالة الملك، وكانت بالفعل على الموعد المنتظر. تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وفي لقاء مثير ومليء بالندية والتنافسية العالية، توج نادي النجمة بطلا لكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نادي الشارقة ب27 نقطة مقابل 25 على صالة النادي الأبيض. مبروك النجمة بطلا للسوبر الإماراتي البحريني للمرة الثالثة على التوالي. ألف مبروك لأهل البحرين، البطولة ما راح تبعيد، أنتم في القلب وعلى العين والرأس، مبروك النجمة. الملك أنهى الشوط الأول من المباراة لصالحه بنتيجة 13 نقطة مقابل 12، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، ومن ثم ضيع فرصة التتويج والمحافظة على كأس البطولة للسنة الثانية على التوالي. والمصري وين التونسي؟ هو الإماراتي جول، ولد القرص جول، حيكون سلبي لو ما خلص الهجمة على طول. شوف على طول يا عيني، استلام، التقاط، الغزال، شوف 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 شوف، الآن على طول الدفاع، الفتى الذهبي يقول. جدير بالذكر أن أبيض الإمارة الباسمة خاض السوبر الخليجي للمرة الرابعة على التوالي. طبعاً نبارك لنادي النجمة بطلاً لكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد. صراحة كانت المباراة جداً جميلة وفيها إثارة وفيها ندية وفيها خلينا نقول تنافسية عالية، وفارق النقاط كان صراحة يعني يمكن نقطتين، فهذا الشيء صحيح. يعني المباراة جداً كانت قوية. صحيح إيمان، مباراة السوبر كانت قمة خليجية بامتياز بسبب ظهور أيضا الفريقين بمستوى عالي، وشفناهم يتناوبون على التقدم في الأشواط المختلفة للمواجهة، وحتى الثواني الأخيرة كانت الإثارة حاضرة جدا في هذه المواجهة. أكيد طبعا النجمة يحقق هذا اللقب للمرة الثالثة. نحن شفنا طبعا في الشوط الأول محمد من المباراة كان لصالح الملك ب 12-13، فيعني النتائج كانت جدا متقاربة. صحيح إيمان، هذه المباراة أنا أشوفها فيها أبعاد
أكبر من الأبعاد الرياضية، هي عرس خليجي تقربنا أكثر وأيضا تجمعنا على صالة رياضية مميزة. وأيضا نادي النجم من الأندية الكبيرة إيمان، مش على المستوى الخليجي فحسب بل على المستوى الآسيوي وبطل آسيا، وأيضا تبارك الرحمن لاعبينه يمثلون المنتخب وهو داعم رئيسي للمنتخب. طبعا هذا السوبر أقيم هذه المرة هنا في الشارجة، قبلها أيضا أقيم في البحرين، ونحن سعيدين بعودة هذه البطولة لأن آخر مرة أقيمت في 2019 تعرفين كورونا وأيضا تبعات أثرت أيضا على رياضتنا بشكل عام. أكيد محمد، احنا أيضا سعيدين بأداء الصراحة الفريقين سواء كان الملك ولا النجم البحريني، أداء جدا رائع. وأيضا نقولهم ترى الألعاب بشكل عام سواء السلة أو الطائرة أو اليد دائما ما تعرف النتيجة لين آخر لحظة. أكيد ألعاب الصالات ألعاب مميزة، وحظيت هذه المواجهة أيضا مواجهة السوبر الإمارات البحريني برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي أيضا نائب حاكم الشارجة، وأيضا توج الأبطال الشيخ محمد بن حميد القاسمي بحضور أيضا كبير من اتحاد كرة اليد، وأيضا كبار المسؤولين يستاهلون أيضا هذه الحفاوة في الاستقبال إخواننا البحرين. أكيد قصة نجم في حلقة اليوم وهو أسطورة ليس بالغريب على أحد، والجميع يحب أيضا هذا اللاعب لأنه لاعب القرن. نجم الملاعب في الإمارة الباسمة والإمارات حقق حلم الكثيرين قبل 30 عاما. نترككم مع قصة نجم ثم لنا عودة. طبعا مثل ما شفنا قصة نجم لطلياني التاريخ، صراحة محمد أنا يوم كنت صغيرة كل أشجع الطلياني. نعم أبو حمدان أسطورة من الأساطير الإماراتية اللي ما يختلف عليها اثنين، واليوم أيضا البركة في الموجودين هم فرحونا أيضا بتأهلهم هو وزملائه في مونديال 90، ونتمنى أن هذه الفرحة تتكرر. ونوجه له أيضا التحية أبو حمدان، اعتزل كرة القدم لكنه موجود أيضا في اتحاد كرة القدم مع المنتخبات، وأيضا ساهم بالكثير من الإنجازات على أيضا الصعيد الإداري بتواجده معهم في اللجان المختلفة. أيضا ضمن رؤية الإمارة الباسمة في نشر ثقافة الرياضة، نظم مجلس الشارقة الرياضي بالمدينة الجامعية دواثلون الشارقة، وحظي السباق بمشاركة واسعة وصلت إلى أكثر من 300 متسابق من كلا الجنسين الفردي والفرق لمختلف الفئات العمرية من المواطنين. تفاصيل هذا الحدث نتابعه عبر التقرير التالي. مع إشراقة شمس جديدة انطلق الموعد الذي كان بانتظاره محبي المنافسة والتحدي، سباق دويثلون الشارقة في المدينة الجامعية من تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، حيث استهدفت الفعالية 300 مشارك من الجنسين للفردي والفرق بمختلف الفئات العمرية للمواطنين، إضافة إلى الفئة المفتوحة للمقيمين. اولا بمجلس الشارقة الرياضي وضع امام نصب عيني ان لابد من نشر الرياضه بمختلف انواعها، سواء كانت رياضات مجتمعيه، رياضات تنافسيه، رياضات ايضا نسويه او رجال. فبالتالي نحن هذه محطه من المحطات التي ما هي وهي كثيره جدا، وان شاء الله مدى العام وسياسه واضحه ومرتبة مسبقا من قبل مجلس الشارقة الرياضي على أساس يكون. لكن ما يجب أن نؤكد فيه أن دائما نحن في محطة في معلم من معالم الشارقة وما أكثرها، والتي
صاحب السمو الشيخ الدكتور صلاح محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى، أسرى لهذه الإمارة الكثير من المعالم والكثير من الأماكن السياحية أو المكان الأماكن التجارية. سباق كان سريع، سباق كان فيه منافسة قوية، ما شاء الله أبطال ونخبة من اللاعبين الموجودين هنا. مشارك يعني تقريبا صار لي فوق 60-70 سباق، يعني لاعب منتخب فضاري على هالسباقات، لكن الشارجة صراحة مكان مميز حقيقة. يتيح هذا السباق الفرصة أمام الرياضيين المبتدئين للتعرف على هذا النوع من السباقات، وتحديداً الدوايثلون، وهو عبارة عن سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية. طبعاً نحن لنا كذا مشاركة في سباقات الشارجة، والحمد لله نحن جايين بوظبي ومش غريبة علينا يعني سباقات هاي، وتمريننا باستمرار وتكرار في المسابقات هذه، وإن شاء الله على الموسم تحسن المستويات أنا وأخوي بين فترة وفترة. تقريباً صار لي ثالث سباق أشارك فيه، اللي هو شاركنا في أول سباق اللي كان في الحمرية، وثاني سباق كان في أوشنك، وهذا صار لي ثالث سباق. والله المنافسة جداً جميلة، والصراحة التنظيم أكثر عن رائع، مع أنه رطوبة شوي اليوم وحار، بس الحمد لله يعني. يعتبر سباق دوايثلون من الفعاليات الرياضية المميزة التي تندرج ضمن أهداف المجلس الاستراتيجي في نشر الرياضة بالمجتمع والتأكيد على أهمية ممارستها، إلى جانب الترويج السياحي للإمارة التي تضم مناطق جميلة وكافة الخدمات الجاذبة للرياضيين من أجل ممارسة نشاطاتهم المفضلة. إيمان، من الأشياء الجميلة التي نظمها مجلس الشارجة الرياضي بين فترة وفترة هذا السباق، سباق الدوايثلون. بداية خبرينا شو هو الدوايثلون؟ طبعا محمد، الدوايثلون من السباقات الجميلة والمتميزة، طبعا يتكون من رياضتين هم الجري وركوب الدراجات الهوائية. طبعا مثل ما شفنا يبدأ المتسابق بالجري لمسافة 5 كيلومترات، ثم ركوب الدراجات لمسافة 20 متر. الصراحة هناك ثلاث فئات طبعا مثل ما شفنا ومثل ما تحدثوا المشاركين. طبعا ثلاث فئات، الأولى هي تكون من المسافات القصيرة بالجري، وأيضا ركوب الدراجات لمدة 12 كيلومتر، وأيضا الثانية تكون المسافة المتوسطة، والثالثة تكون من المسافات الطويلة. صراحة هاي من السباقات اللي متميزة أطلقوها عنا في الإمارة الباسمة. نعم، إذن هي عبارة عن لعبتين، هي لعبة الجري والدراجات الهوائية، ويتناوبون أيضا إليها، والمسافات تختلف أيضا حسب المستويات وأيضا فئات المشاركين. إيمان، شفنا من خلال اللقاءات مشاركين مختلفين، في هواة، في محترفين، في ناس متعنين من إمارات أخرى يحبونهم هذه اللعبة، وأيضا يتدربون لأشهر طويل عشان يشاركون في مثل هذه السباقات تقام في إمارة الشارجة ومختلف إمارات الدولة، وفي بعض الأحيان أيضا يسافرون إلى دول ثانية، خاصة اللاعبين المحترفين، وينتظرون مثل هذه السباقات. ونحن أيضا ننشيد بمبادرات مجلس الشارجة الرياضي، لأن خلال الفترة الماضية صراحة قاموا يكثفون مثل هذه أيضا الفعاليات الرياضية، سواء كانت الدراجات، الجري، السباحة، وإن شاء الله نحن بعد مقبلين على فعالية كبيرة راح تقام في كلبة نهاية الشهر بإذن الله. أكيد محمد، نحن سعيدين بتواجد ما شاء الله أكثر من 300 متسابق، شفنا حماس المتسابقين في اللقاء، وأيضا دائما رؤية الإمارة الباسمة أن هي تنشر ثقافة الرياضة في إمارتنا الباسمة. صحيح إيمان، وأيضا في المقابل أنت تروج لأيضا مرافق السياحية في إمارة الشارجة من خلال أيضا إقامة مثل هذه السباقات.
سريعا دعونا مشاهدينا ننتقل الى محور اخر، حيث اختتمت بطوله الامارات للرمايه الهوائيه البندقيه المسدس 10 متر في نادي الذيد الثقافي الرياضي للمره الثالثه. واقيمت البطوله بمشاركه مجموعه من الانديه على مستوى الدوله ضمن الاستعدادات للمشاركه في البطوله الخليجيه للرمايه واختيار نخبه من الرماه تجهيزا للاستحقاقات القادمه. إيمان، دام أنت كنت متواجدة في هذه البطولة لازم نبدأ معك، كيف شفتي الأجواء في هذه البطولة الخليجية؟ صراحة شفت في بطولة الرماية محمد، شفت كيف الناس متحمسين في هذه البطولة وشفت التنافس صراحة جدا عالي، ما كنا نعرف لين آخر لحظة كيف النتائج يعني تتغير في سكور الرماية. طبعا سواء كان اللاعبين ولا اللاعبات ما شاء الله يعني شفنا فيهم كيف هاي اللعبة اللي تحتاج التركيز، وأنا سألتهم يعني دائما أشوفهم في تركيز ودائما مركزين وفي يعني نوع من الهدوء. ف لما كنت أسوي مقابلات محمد مع اللاعبات فأقولهم شو الشيء اللي كان يعني يخليكم مثلا أن أنتم مثلا تركزون في هاي اللعبة أو أن يعني تيبون مثلا نتيجة عالية، يقول لك أن هاي اللعبة بالفعل تحتاج تركيز، يبالها طبعا الواحد يركز في ما يعني الدائرة اللي أنت تشوفها الهدف يبالها تحديد معين. فالصراحة أنا أهنيهم على هذه النتائج سواء البنات أو الشباب. نعم، تعتبر هذه البطولة هي البطولة التي تقام للمرة الثالثة، بطولة الإمارات للرماية، وهذه البطولة هي تهدف إلى أيضا زيادة الاحتكاك للاعبين وخاصة هم مقبلين على منافسات خليجية وحتى يختارون أيضا لاعبين لمنتخبنا الوطني بإذن الله. سريعا ننتقل إلى محور آخر، فتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمشاركة 80 لاعبا ولاعبة من 30 دولة اختتمت بطولة الشارقة ماسترز الدولية 4 للشطرنج. الزميلة رشا محمد شهدت منافسات البطولة وقدمت لنا نتائج البطولة عبر التقرير التالي. تحتضن الشارقة العديد من الأحداث الرياضية الدولية والعالمية التي تعكس الجانب الرياضي والثقافي في الإمارة الباسمة. بطولة الشارقة ماسترز الدولية ما هي إلا واحدة من هذه البطولات التي اختتمت فعالياتها مساء أمس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلى رئيس النادي. الحمد لله اليوم ختام هذه البطولة. هاي البطولة أحد البطولات الناجحة الحمد لله في إمارة الشارقة في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. عودنا حقيقة صاحب السمو الحاكم الله يحفظه ويرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه ورعايته لكافة أنشطة الشارقة. Yeah, well, it was a fantastic tournament. لقد كانت بطولة مميزة. أود أن أشكر نادي الشارقة للشطرنج على هذا التنظيم المميز. كنت سعيدا بالمشاركة وبما حققته أيضا. خلال الحدث نظم النادي بطولة مصاحبة باسم بطولة التحدي، شارك فيها 20 لاعبا دوليا مقسمين إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 10 لاعبين بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين دون المساس بالمستوى الفني للبطولة الرئيسية. بطولة التحدي هي بطولة للمستوى الفني اللي هي فئة الشباب أكثر، عندنا لاعبين في النادي ودنا نطورهم على أساس يوصلون لمراحل متقدمة كالأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن، فهذه البطولة بطولة مصاحبة للبطولة الأساسية بطولة الماستر. مجموع جوائزها هي 5000 دولار. المتصدر البطولة حاليا اللاعب بطل الإمارات تحت 14 سنة عبد الرحمن الطاهر ورصد 3 نقاط من 4 جولات. إن شاء الله يعني الشباب يستفيدون من هاي البطولة استعدادا للاستحقاقات القادمة بطولة الفرق وبدورة الإمارات الفردية. ك
championship is very hard to win this game. البطولة كانت صعبة، صعب جدا الفوز بمثل هذه البطولات. نعرف جيدا أن المشاركين فيها يعتبرون من الأبرز في العالم، خاصة الأساتذة الكبار. أعتقد أنني حققت هدفا كنت أطمح إليه في هذه المشاركة، والتي تعتبر جيدة جدا، خاصة من ناحية التنظيم والمستوى الفني للمشاركين. عودة الأنشطة الرياضية إلى سابق عهدها وتنظيم مثل هذه البطولات عالية المستوى يؤكد أن الإمارات بشكل عام ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مؤهلان لتنظيم أكبر الأحداث الشطرنجية العالمية باحترافية. أصبحت بطولة الشارقة ماسترز الدولية بمثابة فرصة جيدة للاعبي الإمارات من أجل الاحتكاك مع مدارس شطرنجية متنوعة. لبرنامج من الإمارات رشا محمد، الشارقة. طبعا بطولة الشارقة ماسترز الدولية الرابعة للشطرنج محمد اللي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة طبعا 80 لاعبا ولاعبة من 30 دولة. نحن دائما طبعا مهتمين بلعبة الشطرنج. أكيد إيمان، لعبة عالمية وعندها جمهور كبير، وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة يهتمون بهذه اللعبة، لعبة الأذكياء. لو نشوف 80 مشاركة من 30 دولة يمثلون مدارس مختلفة، وأيضا يبين لك أن البطولة كانت قوية على المستوى الفني، والدليل أن المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.